صورك أسهل لنفسك. نملأ رأسنا لا يلا العباية نفضيها نفضها من نامي إذا دعاكم بما يؤذيكم فهذا فيه معنى، هذا المعنى أيها الأحبة أن حياتنا وسعادتنا ورياحتنا ورفعتنا هي بالاستجابة لأوامر الله ورسوله. ويصرخ كل مريض يا رب يا رب كبيرة كشرة البدن خالص حينما وقلت لهم ان السياده والرفاقه في
يلا يلا يا رسول الله وطلب الله ان يبين لنا في المسلم بيانا شرعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فينزل قول الحق تبارك وتعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فامتلأ السيده المدينه من القرده التي كانت بيوت مملوءه خمرا استجابه لاوامر الله ورسوله في التو واللحظه. انها سعاده الامه فقط بالاستجابه لاوامر الله ورسوله. فالذي خلقنا هو الله، والذي أعطانا هو الله، والذي وهب لنا النعم هو الله، وخلق هذا الكون كله لنا. الله عز وجل خلق هذا الكون كله لنا. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها ستي يا لسه 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 قدامه ايوه انا يعني مش شكي غلط القاهره كمان شويه تكسي دراس شويه تكسي القاهره عمو تعرفه عمو تهدل ازاي اصلا ايوه ايوه